ندمانة على أدوار الإغراء اللي قدمتها، نعم أم لا؟ لا مش ندمانة على حاجة خالص. مقتنعة فيها من البداية؟ أنا ما بشوفش أني عملت بالمناسبة أدوار إغراء، هو في مصر كده في طريقة أنه أي بنت حلوة أو ست حلوة لو طلعت على الشاشة قالت صباح الخير يعني الدور ما فيهوش حاجة خالص، لسه صباح الخير ده إغراء. الحلوة في مصر دايماً تتصنف إغراء، الممثلة اللي فيها أنوثة يتقال عليها إغراء، فاهمة؟ يعني هي الممثلة المش حلوة تبقى ممثلة شاطرة وبتأدي دور جيد ودي ممثلة جامدة؟ لا، ممكن تبقي حلوة وفيكي أنوثة وممثلة شاطرة، وممكن تبقي ممثلة لطيفة وجذابة وشاطرة، وممكن تبقي حلوة وفيكي أنوثة ومش ممثلة، يعني كل الأنماط موجودة. بس هو الناس جرى العرف على انه الحلوه اللي فيها انوثه الناس بتقول على اي دور ليها فيه اغراء، حتى لو الدور ما فيهوش اغراء، يعني طلتك فيكي حاجه الناس بتشوف انه دي انوثه فانت تعملي يليق بيكي مثلا ادوار الاغراء. انا بفكر بقول يمكن كده. طب نحن نعطيهم سبب اضافي يا عبير ليفكروا كده؟ اي سبب اضافي لو ايه؟ يعني البعض المشاهد بعض القبولات بالافلام في بعض الفنانات بيمتنوا عن اداء نهائيا دلوقتي بتقول لك انا هذا الموضوع بصي دلوقتي مبقر. دلوقتي يعني انت راجعي افلام مثلا ليا في السنوات الاخيره هتلاقي انه لا طبعا ما فيش حاجه. ممكن وانا صغيره طلعت ممكن في مشهد مثلا في البحر بمايو في مع قبلة حسين فهمي مثلا او كده، اوكي دي البدايه تحتمل التجريب، وكمان بتكوني ما عندكيش بالظبط يعني خريطه لنفسك هتمشي ازاي، المخرج بيحركك والمنتج بيحركك وكل واحد بيختار لك حاجه، انت ما بتبقيش عارفه بالظبط لسه انت هتنجحي فين. دلوقتي انت اللي بتتحكمي، انا عارفه بالظبط انا عايزه اعمل ايه وما اعملش ايه وكذا وكذا، بس ممكن وقتها يعني